حدث كبير في أولمبياد باريس. الرئيس الإيراني القادم سيفتح الاستفسار عن حيثيات موت الرئيس رئيسي. لبنان على صفيح ساخن، مطار بيروت مكتظ بالجاليات المغادرة. الوشاح الأسود في التلفزيون التونسي. بوتين يشكل حلف ثلاثي مع كوريا الشمالية والصين ويعقد اتفاقيات مع بلدان آسيوية وأفريقية جديدة. الدولار يعاود الارتفاع عن ما هو عليه حاليا، هذا احشي هنا بالعراق. شخصية سياسية وزعيم كتلة يودع الحياة، وهذا بالعراق راح نشوفه. الوسط الفني السوري يحزن لرائد الكوميديا السوداء. انقلاب عسكري على رئيس عربي، هذا راح نشوفه. انقلاب عسكري يعني يقوم به الجيش على رئيس عربي. الجيش على الواجهة في الجزائر. الجيش السوري يستدعي الاحتياط. المطارات السورية على واجهة الاستهداف. الشارع يصحو على خبر مفاجئ يفرح البعض ويحزن البعض الآخر، والأفراح أكثر من الأحزان. اغتيال شخصية قيادية بارزة في لبنان. أحزاب اليمين اليمين طبعا في أوروبا تكتسح القارة العجوز، وهذا راح نشوف أنه أحزاب اليمين بالانتخابات، أحزاب اليمين بالصورة بالإعلام، أحزاب اليمين بالجانب التعبئة الشعبية، كلها راح نشوف الأحزاب اليمين راح تصعد تأخذ يعني تسترق الأضواء. كمالا هاريس تستخدم كرسي الرئاسة. في العراق لا انتخابات في موعدها هذا العام. قوات الدعم السريع تطيح بالبرهان. منح مالية وقطع أراضي تنتظر منتسبي التعليم العالي. في المملكة العربية السعودية الملك يصدر قرار عفو عن شريحة من السجناء. طبعا هنا راح يكون فد ظرف أو فد مناسبة معينة يصدر إعفاء عن سجناء. بالمناسبة هذا الحدث راح يتحقق أيضا في الجزائر وفي العراق. يعني العراق أكو إفراج عن سجناء، والجزائر أيضا أكو إفراج عن سجناء. طائرات حربية مقاتلة في سماء دولة أوروبية تثير الذعر والخوف لدى الناس. الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة يتوالى تباعا بين الدول. انخفاض بأسعار السيارات في العراق. بين الانخفاض وعدم الاستقرار، العقار في حالة ركود تام. توقف مفاجئ في وسائل التواصل الاجتماعي، هنا تحدث عن العراق. الوشاح الأسود في قناة الشرقية. حظر تجول يفرض نفسه دون سابق إنذار. بالمناسبة حظر التجول هذا راح يكون بالعراق، وأتوقع راح يكون في دول أخرى أيضا مو بس بالعراق. منتصف تموز يشهد حدث تهتز له وسائل التواصل والإعلام. دول أوروبية تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء. إغلاق مفاجئ في بنوك عالمي. انقطاع في شبكة الإنترنت. كييف راح تحاصر أو راح تكون المعركة الروسية الأوكرانية راح تصل إلى كييف. ترامب إذا تجاوز حادث، أكو حادث معين راح يكون لترامب، إذا تجاوز الحادث فهو المهيئ إلى سباق الرئاسة الأمريكية.